طيلة الأسبوع كنتكلموا مع دكتور فنيش أخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي حول التغذية ومرضى السرطان. صباح الخير دكتور. دكتور صباح الخير. أحنار لاباس عليكم؟ كل شي بخير الله يبارك فيك. الحمد لله. إذن تكلمنا البارح وبدينا البارح على مرض السرطان، كيفاش كيتكون، كيفاش الخلايا اللي كتكاثر بواحد الشكل يعني غير منتظم وعشوائي، كيفاش أن حتى التغذية كذلك تساهم بشكل كبير كذلك في تكاثر هاد الخلايا السرطانية، وكيفاش كذلك حتى الضغط والإرهاق والقلق كذلك من المسببات ديال أمراض السرطانية. اليوم بغينا نتكلموا معك دكتور حول التغذية قبل وأثناء ومن بعد العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي للأشخاص المصابين بمرض السرطان. حنا كنعرفوا أن الجسم في هذه المرحلة هذه محتاج لتغذية متوازنة كتعتمد على بعض العناصر الضرورية والخاصة مثل هاد المرحلة هذه باش تقويه وباش يوقف وباش يعود عاوتاني من جديد. دكتور إذا كان بالإمكان وقف لنا في شي بلاصة باش ناخذوك مزيان المرة الجاية إن شاء الله مزيان غير باش تكون الشبكة مزيانة. إذن كما قلنا التغذية، يعني التغذية شنا هي العناصر الضرورية اللي محتاجها مريض السرطان في هذا الوقت هذا؟ تماما، بحال اللي تكلمنا البارح وفسرنا الناس شنا هي الخلية السرطانية وتكلمنا بأنها كتولد بصفة غير منتظمة ما كتوقفش وما كتوقفش. أكثرية الناس اللي يخلي في بالهم هو المشكل ديال السكريات، لأن في الوقت الأخير ولاو الناس كيستعملوا السكر بزاف بالنسبة لقبل. الخلية السرطانية ما كتبقاش كتنفس، شوية بشوية كتبدل على الخلية فين كانت، يعني لا قدر الله إلى خرجت من الكبد ولا خرجت من صدر ولا شي حاجه، هذيك الخليه ما غتبقاش تبع داك الخلايا الاخرين وغتبدا كتبدل شويه بشويه، ما تبقاش كتستعمل الاكسجين، هذا هو المشكل. كتستعمل في بلاصتو كتستعمل السكريات. لكن نتكلموا على السكر بكثره، راه ماشي هو السكر اللي كناكلوه اللي كنعرفوا بالسكريات، هذاك طبعا كاين، ولكن راه كاين السكريات اللي كاينه في النشا، في البطاطا، في العجائن، في الخبز. احنا كياكلوا ديالنا كياكلوا الخبز الدقيق اكيد، غير هو اللي خصنا نبقاو ديما حاطين في بالنا هو ماشي حيت غادي نقطعوا السكر غادي نتغلبوا نهائيا على السرطان، الا باش ما نخلطوش الاشياء عاوتاني. احنا كنتكلموا دابا باش غادي نقويوا المناعه ديالنا، لان الادويه المستعمله حاليا في السرطان هي الحمد لله راه وصلنا لواحد قبل كان السرطان كيوصل لما دابا كنداويو بزاف ديال السرطانات اللي شحال من واحد والحمد لله كيبرامج السرطان. نعم، وفي مرحلته الاولى في المرحله الاولى احسن حاجه هي خاص المريض يجي في المرحله الاولى. باش يجي في المرحله الاولى حنا ما كنطلبوا منه حتى شي حاجه، ما كنقولولوش هو يعمل الدياغنوستيك ديالو، هو غير يبقى متبع بصفه منتظمه. وجات الفاصله حنا كنفسروا لنا شنو هما الاكل اللي غيوقيه من السرطان. الوقايه من السرطان حاله سهله باش نبقاو حاطينها في بالنا. راه باش يحطوا الناس بالهم، كيقول لك لا انا ما عنديش عامل وراثه في العائله. عامل الوراثه في السرطان ما دخلش حتى 5% في السرطانات كلها. نعم، ماشي حتى 5%. ماشي معيار. العامل الاساسي هو الناس الله يهديهم اللي كيدخنوا، اللي كيشربوا، واللي كياكلوا اكل غير منتظم وغير متوازن. لان لقينا الناس اللي عندهم الجراثيم المعويه اللي كنا فسرناها والوزن الزائد بصفه قويه، ماشي غير اللي عنده غير ان سيغبوا لوبيزيتي. لقيناهم الجراثيم المعويه ديالهم هذوك الميكروبيوت ماشي بحال الناس العاديين اونتر كيمين. دونك هذا كيأثر على لو ديفلوبمون دي كونسير. بحال اللي فسرنا الناس هو الخليه السرطانيه راه كل شيء كيدير خلايا كل نهار، كلنا حنا كنديروا خلايا. نعم،
ولكن المناعه ديالنا المناعه اللي كتنظمها الخلايا البيضاء ديال الدم هذوك هما اللي خصهم يتقووا باش حنا هذا الاكل هذا اللي كناكلوه باش تحطوا الناس بالهم ماشي هذا الاكل غيمشي لذاك الخليه هذا الاكل هذا غادي يقوي المناعه ديالنا واخا المناعة ومن اللي كنقادو الخلايا المعويه راه 95% ديال السيروتونين هذا الهرمون هذه الهرمون هي اللي هي اللي كتهدن الانسان هي اللي كتدخلها في هادشي ديال الاكتئاب وديال كتكون ناقصه الوغ 95% خارجه من المصارن دونك خاص المصارين يكونوا لاباس عليهم باش المصارين يكونوا لاباس عليهم بحال اللي تكلمنا قلنا كاينين لي بريبيوتيك هاد لي بريبيوتيك خاص الناس تكثر في الاكل ديالها من الثومه من البصله من البواغو من لي كريديتي اون جينيرال هادشي ديال خيزو والخاص ومن الاحسن يكون ديال وقته كل ما كانت الخضر موسميه كل ما كان صالحه كل ما ونقلبوا على شي حاجه اللي ما فيهاش الادويه بزاف اكثريه عند المريض المصاب بالسرطان يحاول دابا كاينين الحمد لله كاينين الناس اللي كيديروا الخضر بحال هكا راه ما غاليهش غير حنا حاطين في بالنا بان راه غاليه بزاف لان المهم ماشي هو الكم المهم هو الكيف ما خاصش ياكل بزاف خاصو غير ياكل مقاد يعني الا غادي ياكل حيت حنا خصنا اون اليمونتاسيون فيفون خاصو ياكل الخضر بزاف خاصو ياكل لافوكا خاصو ياكل اللوز ياكل البركاع ياكل هادو باش غادي باش غنكيليبريو لي زويل باش نقادو الاوميغا 3 خاصو يطلع باش الالتهاب اللي في الدات ينقص باش ينقص خاصنا الاوميغا 3 الاوميغا 3 والحمد لله راه تكلمنا عليه وقلنا راه كاينه في السردين متفقين عليها كاين في السردين في القرقع الحمد لله السردين كنقولوا راه ما غاليش في المغرب لان احنا كنقاوموا واحد المرض قوي بزاف وبحال اللي قلنا الادويه اللي كاينه في هذا الوقت هذا الشيء اللي عطى الله راه مازال الطب كيتقدم ولكن هذا الشيء اللي وصلنا له احسن من قبل ولكن قوي شي شويه خاص المريض يعرف راسه هو قبل ما يمشي لهذيك الحصه اللي عنده الادويه الكيماويه ولا اللي عنده الادويه بالراديو خاصو ما يكثرش من 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 السوائل خاصو يقطع شي شويه الاكل شي 8 ولا 9 السوايع قبل ما يمشي ومن بعد ما يبداش بالسوائل هما الاولانيين يبدا كيلكو شوز دي كونسيستون يعني ياكل شي حاجه عامره غادي ياكل شي خبز ديال الزرع ديالنا وهذا ديالنا اي تري امبورطون خاصنا الزرع البلدي خاصنا الشعير البلدي هادشي عندنا حنايا ديما الا غادي ناكلو الخبز ديال الدار ما ناكلوش ديال نهارو هادشي راه الناس كانوا كيعرفوا شحال كانوا كيطيبوا الخبز كانوا كياكلوه حتى الغدا ماشي في نهارو لان هذا المشكل ديال لا جيلاتينيزاسيون الناس يوقفوا باش ما تكونش هذيك المشاكل اللي كتوقع من بعد الدواء الكيماوي ديال الردان وهذا وهذا الشيء راه ماشي سيستيماتيك راه ماشي كاع اللي كيدير الدواء كله كيجيه كتجي هاد المضاعفات ولا هاد الاعراض هادي ولا هاد الاعراض تمام فوالا غير باش يعرفوا الناس حيت شحال من واحد الله يهديه كيوقف الدواء بلا استشاره طبيه بالطبيب بلا الطبيب ديالو كيقول لك انا هذا نعرف ان هذاك الدواء غادي يضرني لا لان الا عندنا ما احسن ما كرهناش ما شاء الله ديال الوقايه احسن ولكن ملي غادي نوصلوا لهذا الشيء يكمل الدواء ديالو ولكن اون باراليل خاص الماكله ديالو تكون مقاده ما عمرنا ما ندخلوا لي بروتيين في الليل ما عمرنا ما ناكلوا اللحم في الليل هذا الشيء اللي خاصو يحطوا الناس بالهم ديما خاص شي اكل خفيف الدكتور فنيش واش كاع الانواع ديال مرضى السرطان كيعتمدوا على هذه التغذيه اللي قلتي لينا على السوائل على الثومه البصله البرو واش كلهم كيتشاركوا في هذه التغذيه هذه وفي هذه العناصر بالضبط ولا كاين اختلاف هادو في الوقايه غير هو في الوقايه كل مرض سرطان وشنو كيدخل فيه ياك فيهم كاملين لي بوليفينول ديال الشاي الاخضر حنا كنقولوا للناس يشربوا اتاي غير وما ينقصوا من السكريات لان كيديروا فيه السكر بزاف ما يديروش حلو بزاف الفيتامين دي دابا تعرفت بانها كتقي بشكل قوي من السرطان الفيتامين دي في الحوت الخرقوم البلدي الخرقوم البلدي كيوقي ضد السرطان اكثريه السرطان ديال الامعاء لو ليكوبين هذا كنلقاوه في ماطيشه الوغ عصير ديال الطماطم ولا ماطيشه هكا خضراء غير هو كل ما كانت الخضر
ما فيهاش داك البيستيس داك الادويه بزاف، كل ما كان افضل، كل ما كانت طبيعيه وكانت صالحه للجسم، كل ما كانت طبيعيه كل ما كانت احسن. حنا كنعرفوا دكتور بان يعني اثناء العلاج سواء الاشعاعي ولا الكيميائي كيتبدل حتى المذاق في الفم ديال المريض السرطان. غدا ان شاء الله غنتكلموا على هذا الموضوع هذا، وكيفاش مريض السرطان يتعامل مع التغذيه ديالو ويحببها للشهيه ديالو والقلب ديالو ويقاوم المرض من خلال العلاج والتغذيه كذلك. شكرا لك دكتور هشام فنيش، اخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي بالرباط. الى اللقاء.